مرحبا مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صاصا صاصع يا رمضان ولق سقاي يا رمضان صاصا صاصع يا رمضان ولق سقاي يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان وحن صدرك نحماك سقنا بشان سامحي يا رمضان وحن صدرك نحماك سقنا بشان سامحي يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلهي سبحانه وتعالى نمعوينك أقوى وين إيدتك مؤمنين تأوكم من استوحاك مطأه موسمك عجيبك بضن إينا بسودو ما الماء يركدي وحامرتي أهان نصو مري دونا سندوين بضن نصو مري بضيف كريم إيا مرتي عجيب لي وبشا بركيسا إي رمضان رمضان ولا ليالوى شهر آدي قيمة بضن وامرتي آدياب عز بضن وضيف كريم أهو قيمة إيا شرف إيا كرامة إيا عز مركا حنبار صن سيدادرتين أيا وحانا لك ربا سودوين وحانا لك ربا استقبال إنا كهر تقنو أنصو استقبالين أنصو دوين مرتقا نبسو صعدا وحانا لك ربا إنا حنجارنا وعن لك الربا إنا قعم فوراً كسر دوين وضيف عجيب بضاً إما شيه سالغ فرحا لما شيه سوالغ مرقودا ذاتك مسلمين تأهدون كعالم كميل كستيكا جوغان وحي كجرا فرحة يرين رين آد بي أغو فرح سنهين سوق لتانك يا إما شاها بشا بركيساً إي رمضان ويوا فضل إلهي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وعاد قلنا هذا إلهي فضلك سين حديثتي سها كفرحان ومضى مؤمنين تاء ويا وحيك غير بضنطه وح الله الله وح الله جمعي أدون أ ما المدوه بي إلهي يرهد ولا ليال وحانا قصوا بيغن بشي كريم كأهيت وحانا قصوا بيغن بشي ني وبشي صبرك وبشي طاعة وبشي قرآنك وابشي قيرك إيا وناقا لكسبا لها كو إيا تبن بلوض بينا مقنيت مر الله الله مر كي نوتي ماضو أو أي نسوقا بشو أو أي سوقا شو وحال الربا إنسفي عن لوغا فائدة استو وحال الربا إنسفي عن لو سودوية مرتي مر كي إيمان إيسو وعيا ربا دنبا لغو سودوية لكن مرتي دان حد آن شيغي نين نغو سوفود لي وما بحنا ميلي سيحته وما بهنا شراب يعكت وما بهنا طعام يراشين لسيو بل سوى ضيف أنك دنوها وامرتي أنك دنو وجرت ودمدقنا لوغا قدافو إلهي أن أقود وانو ناتنا لوغا قحرايو
in badan oo ummadan ka mid ah oo cadaab mutaysatu ilaahi naarta kaga xareeya subhanahu wa ta'ala baadani xaaladu sidaa tahay waxaan la gudboon walaalayaal ramadaankii hore saan ahayn inaanan noqonin in aan ka cibaado badnaana midkan in aan ka akhris qur'aan badnaana midkan in aan ka salaad istaagid badnaana midkaas soo socda sababtu waxa ay tahay waa shaharka kaliya ee ilaahi subxaanahu wa tacaala fursad ahaan uu u siiyey ummaddan khayr iyo wanaagna markaa u ah haddii sida aan fahamno oo aan ogaano idan waxaan nala gudboon inaan ogaano ramadaan waxa uu yahay ilaahay ayaa ummadda ku waajib yeelay yaa ayyuha alladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam yaa ayyuha alladiina aamanuu dadka iimaanka leh ee rabbigood rumeeyayow ilaahay waa naadinayaa oo wuxuu u dhawaaqayaa mu'miniinta wuxuu u dhawaaqayaa in allaalla intii iimaan leh wuxuuna ugu wacayaa magac laysugu waca kan ugu qiimo badan yaa ayyuha alladiina aamanuu waa nidaa waa dhawaaq waxa uu ka yimid rabbulcizza wuxuu u socdaa wiil walba iyo gabar walba oo iimaan leh wuxuu ku socdaa wiil walba iyo gabar lahoo iimaan leh ayuu ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala yaa ayyuha alladiina aamanuu markay mu'miniinta maqlaan way soo istaagaan way labeegiyaan ilaahay bay dhig u soo raariciyaan waayo yaa ayyuha alladiina aamanuu qur'aanku waa laba mid ama nahyi ayaa ka daba mara ama amar ama waxbaa la amraa ama waxbaa laga reebaa sababta yaa ayyuha alladiina aamanuu loo yidhina waxay tahay waa dadka keliya u dhaga nugul ee maqla awaamirta ilaahay waa dadka keliya ee u dhaga nugul ee maqla nawaahida ilaahay diinay subxaanahu wa tacaala yaa ayyuha alladiina aamanuu markuu ilaahay yidhi oo mu'miniintii ay wada kaceen oo ay u diyaar yihiin waxa loo diri doono ay u diyaar yihiin amarka loo fari doono inay qaataan ama waxa laga reebi doono inay ka tagaan ayuu yidhi kutiba calaykum asiyaam soom ayaa laydinku qoray ma soomaysaa mu'miniine yaa ayyuha alladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam af haysasho ayuu ilaahay idinku waajib yeelay siyaam ayuu ilaahay idinku qoray subxaanahu wa tacaala inaad maalintii baahataan inaad maalintii haraadaan inaad maalintii ka tagtaan shahwaadkiinii xalaasha ahaa waa laydinku qoray ilaahayow ma keligeen baad nagu qortay maya kamaa kutiba cala alladiina min qablikum dadkii adinka idinka horreeyey sidii loogu qoray oo loogu waajib yeelay oo kale buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala waana la sabar gelinaya ilaahay waana sabar gelinayaa ummatu muxamedey keligiin ma aha ummadihii hore ee idinka horreeyaa lagu waajib yeeli jiray ayagaa la amri jiray ayagaa la fari jiray kamaa kutiba cala alladiina min qablikum maxaan mudannahay marka haddaan soonno lacallakum tattaquun inaad cabsataan buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala idan siyaamku taqwa qofka u kordhiyaa alla ka cabsi ayuu qofka u siyaadiyaa sababtu waxay tahay waa cibaadada keliya ee sirta ah ee ka dhaxaysa ilaahay iyo addoonkiisa subxaanahu wa tacaala waa cibaadada keliya oo aan loo kala dhexgelin ilaahay iyo addoonkiisa waa cibaadada keliya oo qof kaloo ogaan kara inaad sooman tahay uusan jirin ilaa caalamiinta rabbigooda maahane markaad guri gashood wax cunto oo aad wax cabto ood masaajidka lagu soo gasho ood afka tirtirataad dhihi kartaa waa soomanahay caryaa ku dhihi kara ma soonid axad kari kara inuu ku dhaho hebel ma soonna ma jiro qofku dhihi kara heblaayo ma soonna ma jirto ilaa ilaahi maahana subxaanahu wa tacaala saa darteed baa cibaadada waxay mutaysatay inuu ilaahay yidhaahda kullu camal ibni aadam camal kastoo bini aadamku qabta asaga iskale ila siyaam soonka mooyaane fa innahu lii wa ana ajzi bih soonka ana iskale buu dhaha ilaah subxaanahu wa tacaala cibaado kasta ilaah baa abaalmariyaa laakiin salaada iyo soonka iyo wixii oo dhan adaa qabtay wixii oo dhan waa lagu soo tiiriyey siyaamka ilaah buu isku tiiriyey tashriifka karaamada qiimaha uu leeyahay dardeed ilaa soonka maahane fa innahu lii ana iskale buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala anaana abaal gudaaya waayo qof kaloo ila ogaan karaa ma laha nasibka markaas soo gelaysa waa lagu jeeday markaad weysaysanaysa waa lagu arkaayey rukuucda iyo sujuuddan kuugu jeednay laakiin soonkaaga rabbulcaalamiin maana qof kaloo ogaan karaa ma laha fa innahu lii wa ana ajzi bihi anaana abaalkiisa bixinaya buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal ramadaan baa soo dhow ramadaanka haddii ilaahayna gaarsiiyo
maalmaha dhiman ee ilaahi nafii hayaatan lagu gaarsiiyo faman shahida minkum shahra falyasum hasuma bu dhay ila subhanahu wa ta'ala wa amr waxa la socotaan ramadaankii hore dad badan baan la soomay dad badan ba safka hore taraawixda ku tukeeday walaalayaal dad fara badan ayaa nala qiyaamay oo nala taraawuxay oo qur'aan nala aqriyay oo nala ciiday oo sakaatul fidr bixiyay caawana god hoostiisa ku jira caawa nasiib aan u yeelanin wallaahi inay midkaas soo gaaraan way jeclaan lahaayeen laakiin ma suuragelin way jeclaan lahaayeen inay nala soomaan haddii ilaahayna gaarsiiya lafahaanteennaba laakiin ma suuragelin ilaahay bay la kulmeen rabbi bay aadeen xayaatabay ka tagee adduunkay ka tageen xayaata bax bay mareen meel dheer ha aadin waa ramadaantii hore dad badan baa saa ah qolag badan oo annaga naga mid ah oo ramadaankan gaari doona xaqiiqo ah kan dambe inaysan celeeli doonin maxaa nala gudboon maxaa nala ka rabaa adduunku waa kaa aawa intii lasoo xabaalay dara aawa intii bishii hore lasoo xabaalay aaba intii kasii horeysay aawa intii meeshaan lagula tukaday salaad janaase ah walaalayaal ina fii dalika ina fii dalika la cibratan liman yakhsha wallaahi cibra ku jirtaa wallaahi cibray noo tahay wallaahi waxaan ku waana qaadanay noo tahay wallaahi waxaan xumaan uga tagnay noo tahay wallaahi waxaan diin alla u cararno oon kheyr ad u samayna ayay cibro noogu tahay ramadaankanba qofkii ilaahay gaarsiiyo xaaladda ogow mar kasta maskaxdaada ha ku jirto war qof shalay dhinacaaga taagnaa oo taraawiix kula tukaday ayaad gacantaada ku soo astoodgeysay qubuuraha iyo meelaha laysku aasno hawa annakii kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kastaa geeri bay dhadhaminaysaa waa la qaniimaystaa maalmaha gaaban ee adduunka la jooga waa la qaniimaystaa fursadaha laysagama dhumiya ciyaar ciyaar ma laysaga dhumiya maalaayacni ma laysaga dhumiya bannaan istaag ma laysaga dhumiya haasaabo iyo maweelo aan qiimo iyo wanaag lahayn xaaladdu waa sidaa ma raba inaan idin dhaho timir baa lagu afuraa iyo waa la saxuurtaa waayo in badan baa la garanayaa laakiin ujeeddadeedu waxa ay tahay ramadaanka aan soomayno ha noqdo kiina loogugu dambi dhaafaayo ha noqdo midkii naartana loogaga xoraynaayey ha noqdo midkuu ilaahay nagu jeclaanaayey subxaanahu wa tacaalaa ha noqdo midkuu shaydaanka nagu nacaayey lacnahu allah ha noqdo midkii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aan ugu dhowaanaynay ujeeddada iyo baahida la qaba waa midda laakiin ma aha timir baa lagu saxuurtaa iyo saddex mir ama afar xabbaa la cunaa xaaladda waa ka weyn tahay walaalayaal weliba zaman fitan baa lagu jiraa waqti cajaa'ib leh baa lagu jiraa waqti fitanta ay badataa lagu jiraa waxaan ku dhex soomaynaa fitan dhexdeeda waxaan ku dhex soomaynaa dumar qaaqaawan dhexdooda waxaan ku dhex soomaynaa suuq fitan iyo qish iyo qiyaana dhexdiisa waxaan ku soomaynaa adduun taqayura dadkii ku dhex joogay waxaan ku dhex soomaynaa meel xaaraan iyo fisqi iyo diin alla looga fogaaday idan qof walba is ilaali war qof walbo soonkaaga kontarool war qof walbo soonkaaga u nax war qof walbo iska ilaali soonkaaga wixii markaa wax u dhimaaya ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun laba arrin bay ku suuragashaa in la soomo laba arrin haddii la helo qof kasta oo mu'min ah waa inuu soomaa maanta hadday shacbaan gaarto sagaal iyo labaatan muslimiinta oo dhan waxaa laga rabaa inay u taxaariyaan oo ay u qasdaanay fiiriyaan bisha dhalashadeeda haddii la arka waa la soomayaa waayo sagaal iyo labaatan way dhici kartaa inuu shacbaan ku dhammaado waayo rasuulku wuxuu yidhi suumuu liru'yatihi bisha aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura sagaal iyo labaatan muslimiinta waa fiirinayaan bisha way dhalatay waa la soomayaa hadday dhalan weyso ama la arki waayo oo ay daruur qariso fa akmiluu ciddata shacbaan talaatiin bisha shacbaanka soddonka u dhammaystira buu dhahay nebiga labadaa hadday suuro gasho ama shacbaan oo sagaal iyo labaatan ah bishii ay ku dhalato ama shacbaan la kaamilo soddon laga dhigo labadaa haddii mar mid ka mida ay dhacdo muslimiinta waa inay soomaan oo ay ilaahay u soomaan subxaanahu wa tacaala waayo nebigu wuxuu yidhi naxnu waxaa nahay qoom ummiyiin ah oo aan wax qorin waxna aqrinin ashahru hakada wa hakada bishu marna waa soddon marna waa sagaal iyo labaatan bilaha islaamka mid sideed iyo labaatan ku dhammaato sida february ma jirto mid kow iyo soddon gaarto sida midda aan ku jirno kalena ma jirto
وسيدسقال إيا لباتن إيا الصدم لبضا أي إلهي كقري سبحانه وتعالى هذا لبضا هذي سورة قشال لأركوه ولا سونا هذي كساء أي أبلط مسلمين تتراويق وأب الله ونسا وكو هذي كيدي الله أعرف ووين بان اللوغة قبا عن يهي مدكوان وإن نيلا لماذا ولا ريال وحال لنييسا إلهي ما أقبلايا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عمل هذا وحلق فيري وكأنصح ونيذه خف والبن وحني يستولي يهبو يلي رسولك صلى الله عليه وسلم تكوان ونيسنين نيذ محلك روا قلبها إلا تلفظه ضرى مكي أفران شيق إيمانك مساتني تبي ما لها رسولك نوحك نويت صومي غدنا وعب الله أقريا دين صامك كمتمها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وابحيا جلاس دي مركو سعه وصنقنا ويغفر ما يحل وابحيا وحيرا الصعور مركو حل ولا حيرنا يا نيذا محل كيذا وقلبك وحنا لكبا عيا خف الله لا خف كان يسنين صلاة الصبح من الشبه إذا كهر صوم ملغ وضحي نبيك مد الله بابنا وصحور تعنيتان كيذا تصحروا فإن في الصحور بركة حوغا لا يهي وانزومي كرائي ومبهني ميا حكمة آدم أجيبا كجر ماشي وحنا أنو جرنين إيه وحنا جرنين الله بذا بوا كجرا صحور تعنا أهل كتابك إيه أنك الصوم كان وح الله كلا فصليه الله كلا بيع والصحور تعني تان كذا أي المسلك صلى الله عليه وسلم الله صحورنا يا هذا واحد بدل أبه نقول حس عصا كبش بيع جلاس عناء كوب عناء كوب عصير واحد ضن تقص صحوره أنا نيس بدنا مركا أديك أنت وح هذين كرمضان كان اللوجا قبل هاي أنت مركا سمينك بعدي وحل جاري يا أروتي صبحي مركي لجارو صار شلق أهدها أهاني أخلاق ضابو هضيح وميت أخلاق ضابو وناجي ننقلب سن هضابو هيد ننقيم له يا نقو ننقيم له نقو ننعيبلن هضابو هيد ننقامسن نقو ننضبك لبا هضابو هيد ننأمان لك هلا يا نقو إلى رمضان بعد شيء صوم بعد شيء شهر قيمة بضم بعد شيء رسولك صلى الله عليه وسلم أصغت الماما يا إلهي نكورنا كل عمل ابن آدم عمل كستو وابن آدم أصميست أسا إسكالة إلا صنك معاني فإنه لي وأنا أجزي به أنا إسكالة أنا أبا المرنا صنك وقاشان برسولك رأسيه أما إلى سبحانه وتعالى صنك وجن ووقايه وقاشان قاشان كوابهالك مركة ورمائيه سيفاه الله قد قالما إليه سكتكو نارتا ليس قدقا أساقنا معاسدا ليس قدقا معاسدا نواكا حجاريا وواكا علنا نارتا نوقايو كاقيها بل لن يردوا وضدك أغفت نظر بضن انتو الدنيا مدو رسولك يري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ورد لن يروي كيكاري كره قرسه ويوا شحل لك أغفت بضن بمرايا وحا أدونك الرقوة أيها وح معاصي البضيع وأيّا هذي نشاط أو كبر بعده أو طائب نقضه أو كبر بار عبادة إلهي وأحد إلهي أجعله سبحانه وتعالى وحكمي بيها يذكر الرحمن كعشق صلاه ريو ويحل في تبضنه شهوة بضنه لبا تبضنه عرعرايو أي إسقطه إلهي حكمي سبحانه وتعالى إذن أبا القد في عمبو ليه سلادبتين أي رسولك يربورك عنده إلى عليا فرجنا وإلى ليا خفك أن كري كري أو أن سومي أو أحو كجور سد أن هيسن محوس مينا صاحب موسى ميسنا محوس مينا يا قشاتي موسى ميسنا يا محوس ميسنا يا صديق موسى ميسنا يا ولا متخذي أخذان صاحب سلاب هيلانين أبو الله إلى سبحانه وتعالى فعليه بالصوم هالصوم إذا هو وقاية صومك وقشان وهو قاشان وقال نقضي معاصري وقبر سواي وكبت بادايا وكبت بادنا يصونك ساسو إلهي نبي ست المامي صلى الله عليه وسلم إذا الصوم جنة صومك وقاشان صومك وقاي نارتك يهي نارتو كقاشان منيا معاصري كاعلنيا إذا كد لالا ساسو إلهي ليه سبحانه وتعالى انت وحي قدم بيا ما لرمضان بان مرينا رسولك ام اله اساسيت الماما يا ايو يري احد اذنك اذنك مئة هذه مال الاسومي يهي اسوم اسرنا ذي رفق يفسوق يصلى ايماني روايتك للصخ بيوسم كدير بوق انو سوق كبوق انو قيليو رفق افحمو جماع وحي كيني كرا فسق طاعك بح دين دين نمو يصلى ايماني واحد ابو مال اسومي يهي رفض إيه في السوق إيه السوق بإنتبه إسكا إلاليو ورمر ألا لمركز ومنطل سوق أجوك تيس حكمين
dibaata dhici karta waa lagu maagi karaa mashaakil ba iimaanay akhlaaq lahow soonku waa madrasad laga soo baxo waa jaamacad laga soo baxo sababtu maxay tahay hadii is ilaaliyay yaa laga yaabaa in lagu maago oo dushaada la yimaado fa insaabahu ahad hadii ahad caayo ama uu la dagaalamo buu dhaynadiga hee maxaa la sameynayaa waa ku caayay waa sooman tahay ama uu kula dagaalamay kitaabka maadu dhiganaysa waa maya islaantu ma dembiyeysha adeegay kuwaday dhiganaysaa waa maya falyaqul innii saa'im ani waa soomanahay be wujeeda akhlaaqda uu dadka barayo aadaabta soonka uu dadka barayo oo inay tahay jaamacad laga soo baxo madaras laga soo qalinjabiyo yuu soonku tilmaamayaa sidaa darteed buu rasuulku yidhi haddii axad caayo ama uu la dagaalamo falyaqul innii imru'u saa'im ani shaqsi soomanahay walaalow idaad hay caayin kaama itaal yiri igamana itaal badnid igama xoog badnid laakiin ani soon baa i xakamaynaya ilaahay buu afkayga u xiran yahay subxaana watacaala ilaahay ayuu afkayga u xiran yahay aniga oo tacaam iyo sharaab iyo wax la caba ka soomay dhoocin xun caydeeda ku afuri maayo anigoo ka soomay wax walbo mtaqaana xalaal ahaa qof xunu i caayay aniga ku afuri maayo walaa idaa walaal faraha iga qaad innii imru'u saa'im ka dulqaadka ka weyn muxuu yahay walaalayaal dulqaadka weyn ee axadka uu waxa ka weyn ee uu heli lahaa waay soonkuu ka bartay soonkaa dadka xakameeya soonkaa dadka aadaab u yeela soonkaa dadka tarabiyeeya soonkaa dadka qiimo iyo wanaag u sameeya haddii axadku caayo ama uu kula dagaalamo dheh ani waa soomanahay walaal war aniga ilaahay ayaa mtaqaanaa afkaygu u xiran yahay war aniga suunka aadaab i baray oo edab i baray oo sida dadka loo caayo iga reebay inaan dagaalamo soonkaa ii diidan wiqaaya soonku waa wiqaayo soonku waa gaashaan soonku waa junne intaasoo dhan buu kaa celinayaa rasuulka intaa wuxuu raacsiyey walladii nafsii macbuudka nafsadayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye la khuluuqu fanni saa'imi saa'imka afkiisa karka ka soo baxa iyo urka ilaan qofka markay baahida ka badato mar uu wax badan aamuso hadduu hurda ka soo kaco waa taqayrumaa afkiisa ummaddu wax ay neceb yihiin waaye lama jecla inta badan karka afkiisa ka soo baxaya atyab cind allahi min riixi lmiski subxaana watacaala riixda udgoon ee miskiga lagu magacaabo waxaa ka udgoon badan karka afkaaga ka soo baxaya ka war waxyaabaha kale urkii afkaaga ka soo baxa alla wuxuu kugu ballanqaaday uu mtaqaano kugu abaalmariyey riixda miskiga inay ka udug badato soonkaagii ka waran cibaadadaadii xaguu ku jiraa akhlaaqdaadii aaway kulli min baabi awlaa saa darteed baa qofka sooman waxa afkiisa ka soo baxaya alla agtiisa ay uga udgoon badan tahay riixda miskiga ah lisaa'imi farxataan ninka saa'imkaa laba farxadood buu leeyahay laba mar ayuu farxaa marka koowaad waa marka la afuraayo marka la afurayo oo cuntadii xaaraamta ka ahayd oo loo diiday haraadkii haayay baahidii baa u fasaxantay waa quruub shamsi marka la gaaro marka cadceeddu ay dhacdo mu'addinka salaadda maqribka uu aadaamaayo raashinkii waa u furmay ma biyo la cabe iyo soor la cuno ku farxaya maya xikmad kale ku jirtaa muxuu ku farxayaa waayahe wuxuu ku farxayaa waajibkii ilaahiga ahaa ee uu gutay subxaana wa tacaala wuxuu ku farxayaa amarkii allah uu fuliyey baaha baa la yidhi waa baahday gaajo ku sugnow baa la yidhi waa ku sugnaaday xaaskaaga dhinacaga jeefta ha u dhowaan baa la yidhi nahaar ramadaan waa fuliyey waqtigii waa dhammaado wixii laga diiday oo dhan ilaahay waa u fasaxay ajirna waa helay subxaana wa tacaala agtiisa taasuu ku farxayaa ee sambuus la cuno ku farxi maayo raashin la cuno ku farxi maayo bariis la cuno ku farxi maayo ilaan kow iyo toban bilood buu cunaayay kow iyo toban bilood yuu cunitaan iyo cabitaan ku jiray laakiin farxadda meesha ku jirta waa farxad cajaa'ib leh kii aan soomin ma soome asoo meesha joogaa maanto dhan waa cunaayay wuu cabaayay xataa qiimo darada dadaa wax badan cuninoo qaad iyo sigaar un cabaa iyo koob shaaha xataa hadduu wax fiican cuni lahaa xataa haddii uu raashin wanaagsan cuni lahaa waa qaad iyo sigaar iyo koob shaah ah oo digaysa xataa aan caddaysnayn saa darteed maanta o dhan oo meesha fadhiyey meeshaasuu joogay amarkii ilaahay waa diiday shaytaan buu raacay soonkii ma soomin qofkii kale soomayna wax dhibaato gaaray ma laha asagana wax u siyaaday ma laha kan ajir buuba helayba saasuu ku farxayaa waa farxadda koobaad farxadda labaad cinda liqa rabbi waa markuu rabbi hortaagan yahay subxaana wa tacaala boqorkuu shaqada u qabtay buu hortaagan yahay muxuu sugayaa
وجاو معن سوقي يا أبل قدس نينك عندها ما مال يرنص ما ينار لسام الدكان كا وعبنا قصة ما يسال نخشط مر الله الله مركو لما يكبر تاجين وفرح يا مع السينا يا توانكم أنا شني توانكم إلا الله بعدين جالسي سوق وفرح يو كالي أرك كورن قفك رب العزة ورتاجن مالنت سبحانه وتعالى والصورت ولا لي إلهي بذرت أنت هاي أبل بوربا إنه قصي سبحانه وتعالى إنه كو أبل بذو ربا إلهي سبحانه وتعالى وحي الربا إن وحي أقبطي أبل كذا أو قصيه للصائم فرحتان لبمربو فرحيا ومركأ إلهي لكل ما سبحانه وتعالى وأجل كي صلى الصينا يو إيا مركأ أفريا لبضا حالبا أفرك وحال وفسراء كلمان تعيدا وصوانك دماغو صدقك يقول لي مركز عيد الدريرية إلهي بكو هلوني حالبا سين قطبا ننك الصائم كامالين تقو إلهي هرتاقية هاي هذا القدب لي هاي رسول كفر يري صلى الله عليه وسلم جنة وحاكتا لألباب لغمك عبر الريان الباب كي الأرقسان أنت والباب كي أنلا أنت وعكان أنت وحاكك للصائمين كليا إنت الصائمين أهو صونتا الباب كابي كالان بوضاي نبيها وحالو أرانا يا مالين تقيام أين الصائمون أين الصائمون ساس الله والخبيا مخلوقات كي أردن آوي صائمين تي ورآوي دبكي سومايي وأين الصائمون صائمين تي آوي ويسو استاقايا إن الله لإنت صائمين أهي دبك ويكسو بحبحيا والصائمين والصائمات ويلش الصوم كبضن إي قبلها الصوم كبضن ويلشي صونك بدنا آوي يبديه صونك بدنا آوي كسو دحبح أمدا وحيك جليان بابك الريان البابك الريان واكي صونك واكي درقسنانت واكي حراد لأنت إن بدن باب صونتين ودحرادين حراد وإذن تماري قلع للي هاي ننك أقدم بي مركو قلع أغلق والحرى يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم وننك أقدم بي سائل إنتو بنان تاجين لحرمايو ما لنتو ساق وقلت لابصدو الباب قال لحراء أحد كالئوك جنايا مجيرو مصومي بناكو تاجين بناكو تاجين مصومتي بناكي تاجين سوق مركا لدهو قاس بأيو كعي سبا والله اللي قطع ساموا أي حال الله ولا ليان إبادة حدان جعل ماهي إبادة حدان ربنا إنا نصفي عن أسحو جينو وفنكا ماهي انت بنا رمضان سؤالها دك اي ويديان علماء محاكمت صوم باسود نبي مسلمي كريم صوم باسود نبي وحان لاي اي سكر صوم باسود نبي بيكر بان قبا بل صوم با انت سؤالهك وعافية سبحانه وتعالى انك استو احد كمريب كاسات المامي دون العافية هذا هداد كريوي سوا موضوع كلي صوم كيو تدبر كلمة بولي اي مسلمي كريم عبر بان قبا بل قلب مركهوري بلو بالمركهوري صوم بصوم كني يسبل إنت سؤالك وعافيو أحاديث ولا ضعيفيو وحيت الماما يصوم وتصحو صوم وعافي ما ذي ساني حقيقة مرك الله فيري وعافي ما صومك عافي ما دولية إذا كده إنت أخروي إيو آخر لا تجين أدوك أكو عافي ما ذي ساني كو يتوان برضو مشين كو شقينا إيه ونصنا يا ولا نصنا يا إلهي حكم الله إلى هذا أجدينا يلفتي إذا خير إيوناك بيتهاي خير عز كرامة لجهلا وحو البقع عبادة وما دعا في مادة أوجرا دقاتير تقارك من روحي دين صندارسيا بالك الله أمك عابو رسولك ويد صندارسلا قفك أما قال هذا انتو ربضا ملحبا صنك دوشة كجل مكي وينادان وحد داوء صندارسيا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا صوت وستان صندارسلا شيطانك وحو برياض رسولك ويري خشونك صنقرورك قفك هذا ونما ميلوك جاري سادفت ولا ليال وحلو باعي هاي إنسان كلا احترامه ما لنتا مركا لسومي هاي ساسو إلهي أمد أغطى لقالي من صام رمضان خفك رمضان صوم إيمانا واحتصابا لبس لبس فأصم صوما ورمين ورميسي هاي إي أجل حساب سشو وحالو دافا دندي سويحي تقيبو باري نبي صلى الله عليه وسلم دندي وحي تقيب وصوم ومسو من هدئي بطل بحق الصوم تأوغي بسو من جري معه وإيمان طلباتنا واحتساب ما انت هدي ارورتي انت قرعنا لغا باهيو انتو كان كاغا تكتو او مال انت سودن اد وحنين حدنا الزبائن بدن كو يماد اما كستن بدن صاد وحوغا ايبينيسي اد ويس خيل اد كو قديسو ساد سوتي حدنا اد سوتو مغرب كلا غارو اجر مليت
صوت معي تهاي واحد ويسوي وقتي أروح كحنتو لكن مركز احتساب سطو مركز أجر حساب سطو مركز وجات إلهي سبحانه وتعالى إنه وحنكو أمري قلب جاك أي كجر تدل بجاك على جاك ضعف يا عبادي إن مركز كون قنيسا عبادي مركز كو أهانيسا حد ولا لا يا صوك حال جسوا سيرة قيمة الأولى وحكمها إنه رسول كجر هذه رمضان يمادو فتح أبواب السماء فبدا الباب هذا لفرفران روايتك لأبواب الجنة جلال الباب هذا هل لحرى يمجر دماوي فريه الباب ها النار تأقن والحرى يا ابو داي رسولك صلى الله عليه وسلم الشياطين تن والكتينين يا بما والحرى يا وصفدة الشياطين الشياطين تطمان جيل بالله أروريا وقت الحرى يا سودو شيطان كوان نقبي معاسي نقود اللي استدين مشاكل بدن بو نغو سمي صلاه دي سبحان وكا الهنا اساس مو هيا حتى سو كعنا صلاه في عن سنه جنين وسن نو سامحي دبكي كي نغو هاي ولا ليال كو 17 بلود نغو دول سعودي خريقا نغو خرخدنا با لخريا كوار معنا لبد مر ففروا الى الله الى حجيس الله عز سبحانه وتعالى وركي و خريا ملعونكي ملعون كدور هبين سدح هبين اما لبه هبين كدب ولا خريا او جلب لا دغيا أو دبك شيطان باي دب شيطان بس أي لدعي والذين كحرية إلهي مساجد دي سوقلا دب ما هو قبل حنا إلهي تعدي سوء ما ربنا كانها آدينا مركلة خير كي وناج كد دال حال صوت الماما يا هل الباب والبابها نار تأفر مرها رمضان كا هل الباب والبابها جنر كم إذا أحرا مرها محل السبع مركا الباب يجرى الأفر فري كوي نارتنا لو حر حري شيطانك نارتنا نوذي جندنا نوذي دنانا حبس الله لقي إلهي سبحانه وتعالى نحرز كيسا ولا لا يرسونك قيمة فربضان أيو ليه حكمة ده السونك كجرة مثل دانو كتل مانو وحاكمت إنا الأغانو ضد فربضان أوباهن إن الجران وحكمة ده أبو أجائب فربضان أي سونك أولو جريه وحاكمت ما لنت رمضانك لقد الله قرحة صوب بحيتان كيدا بلسادة فجرك إلى غروب الشمس لقاره يا عمتضى يا عبتانك لقودي لي وكريا والله ريطة من ساعدات هذه لقد بحي ودما لقائب كميرا وزيادة وحا لقودي لي وحد عمتي وحد عبتو الله أكبر مركو إرادة مؤدنك وقوب بالله ونيسا وحد قاتا ولا إلي جيران دط ما لنتي أودن أن وحنين habeenkiina ugu darsan maalinta ku xigtan ay ugu sii jirto maalinta kalena ay sii raacsiisan tahay ta afaraadna uu san ogeyn meel wax ka helay tawal nahar ama tawal ayaan badan qof baahan inuu markaa jiro qof aan wax xili karin inuu jiro qasatan dad muslimiina ilay jiraan baa wax xili karin ay cunaan iyo wixii cabaan baahi waxay tahay baa lagu barayaa dadka tukaamadaha lahow dadka meheradaha ay u furan yihiin oo dadka aan wali go'd gaajoonina wax loo nimceeyayo dadka gobolka mid ah laga yaabo inay gaajelayaan ba gaajo maxay tahay ba sidii gabadhii boqorada boqorka gabadhii boqorka dhalay la sheegay ee gaari faraska intay soo raacday wiil meesha intuu ku dhacay oo saal loogu xunsan yahay dadku ay ku wareensiin baytul dultimi oo maxaa ku dhacay wiilka uu baahan yahay oo gaajariday muubaris cunabay jiray مو بريس عرب ويا معناها دقة قبل كم يبقى أي حال الدود وحي طهيبة أرين عجيب بدن سادرت بوقف كمسلم كترحم نحرز أي الله أبو ريا وحال بريا باه إلى جفته وحال بريا ضد نوع عس إلى جيران ضرات يمال مهان مال مدوي وأجينا لبطل دقة كل عبي مسلمين تسيء برمدين محي كو أجادين وحي كو أجادين رمضان كا مالنتي لبقي تنصع عضات يا ليرباها markaas casirka marka la gaaro talaabada qaadi kari talaabada ma qaadi kartid gabdhaha gabal kamid ah koob ma dhaqi karaan koob marka saga casirka la gaaro iska daa wax kale ka waran qofka maalin kasta baahan qofka maalin walba dhibaatada ku jiray araabka ku jiray rafaadka ku jiray haddana colaad ay ugu sii darsantay waa ka sii darantahay walaalayaal waxa la rabaa in la ogaado xaaladda miskiin waxa uu yahay inaad ogaato waxyaabaha lagu tilmaamay yusuf calayhi salaam maalinna waa suumi jiray مالنا وأفر جري محاق ياشيبا ليري خزائن مصر ربوك عم تكوها يا راشين أوصن صحيحين لما عنا راشين أساق أو أمر كيس أوصن كسو بحين لما بحيو محاق أسلو ميسا مركز المالين وحان جعلا إنا ندرقو هون إلهي حسوس سبحانه وتعالى ونكو شكريو مالين إنا نقاجود هون إلهي والصبر سبحانه وتعالى هون أقاد قاجود وحاهي تاني وعجيب
وأرنا مهم وأرنا لك الرب ولا نيا سادرت إلى أنطقنا وحيابها جنة الله وجل وحكمت المساكين تباهم وطعام لصيو حتى لعقت طعامك أقطي مبرا إن بدن بالقرآن كطعامك كسر العليا عبد الله بن السلام مر الله لما مرت النبي جم قال لذا مدينة أوصاق علي قطبي وغرس يان كم مقلي وحكمت هذا ويري أيها الناس أطعموا الطعام طعامك مساكين تصيا راشين سيا باهدا وحبات ولا نيا باهظة وعذكتها رسولك وعوده جري اللهم إني أعوذ بك من الجوع إله الضهيبة كان بغن قلي ويوحلو جيفت أيضا أوحن وحلو جيفت أيضا أوحن أبها داتو بيل لغا سواء كوار أدشين نيني ما سمين إيسا هو يئيسا وحيني قول هذا سكس وبحيسا سما هو يلي الحيال كباها يا نايسا هو يجوع وحيسي سمالا شندد دي كومجر بقل شنين أي وحسيسو كومجر وحي روتي أغسو إيبسو هو يجاجع أي صباحي مسهلنا ولا ليال إلا إلهي قوير فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة وأرى العجيب بذن جنر حقا سيكوتا على بوربا إذن كسو كيسي بورت إنت بجيرتان قلبنا إلى سبحانه وتعالى عقبات محيطها بورت محيطها مبور الكتر لبكرية يا عقف وميا فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وفق الرقبة قال فك يا بنا إلى سبحانه وتعالى أضل أضل صنع الله حريه أو إطعام في يوم ذي مسغبة أما سئل قود يا مالين باهي أجرته مالين تباهي ذي أجرته على المالين تبا تبرا الله مالين تباهي ذا نكى كعررة مالين تباهي ذا نكى كجستة مالين على شاب إن وحب كجيرين أو تلاقي سنتهاي قفك كعررة وقف عجيب بنا وقف كديلي سادرت ذو إلهي أو إطعام في يوم ذي مسقبة معك عيقا يتيما ذا مقربة يتيم أغوان أغوان الصاحبة دواشر قرابة الصاحبة وقرارتهين أغوان تضبك لون حريصي أبليهين أبيل وواي أساقوير أبيسا كبنتي ومضى إعيالك كالمركي أبهد لعيديان أبيه ما هيستأساقا إذا مركز إلهي يتيما ذا مقربة معك عيقا أو مسكينا ذا مطربة مسكين بعجيف صاحبها ذا مطربة محلويلي وشي سي أصبع وطصعبا يوكري ويطلاب مركو قاري تكال إنو قاضو باهي درابيت ويوحو إبركي سكو استاجين لها ملاها إلا جيجي أودي وحو لها باقا ماضي مركاسو فنينو قوكا قدعي ذا مطربة جيفكي أو جيفي بعادك يو إلهي أو مسكينا ذا مطربة بعجيب صاحبها وحكمة أقول أجائب تبضل ولا ليان وأرنت للرب مركان مقال نقف باباها خوف أنتو ماشا استغير هذا شري مانا قذيل حضل يرمعها ولا ليان وحسهلا معها إذا الحكمة لا صلى في كمك أنت كبعدي رمضان كمركز إلهي نوغيري أو بين قيرك إيواناك إلهي نقارسي أو إلهي صنك نوافجي وحاجر تدفع ربضان أو صنك لك نافعي أنت أنا أقول شروط بأجلت الله صلى شروط الله بصوره مكوة إسلام نم فقاين إسلام أهابو قال أداد أركت ماشا مقايد وحكو عناي وركك عناش ومحاد محنت دافاب إلهي بمأمين سنة سبحانه وتعالى إلهي بمبرم إسنا مركز سادرت الشرط يكوض والإسلام قفك إنو إسلام أهابو قالكو مجيرو يا سواء محاسو هاري قفك إنو عاقل أهابو نينك مجنون كاكو مجيرو نموالنا ماشا تفاحكو عناي مركات أركت الله سواء سواء مي إلهي بك رفعي سبحانه وتعالى قال إنتي واب الله قفر قاضي ملائكتي صلح مبقى ارتبا إلا أوفقك هنا وعافي ماذا يا صوحري وقفك إنو أهذا قف بلوك قانجير عيالك يريرك يكون مجران عيالك يريرك صوح لك مره لكن والاسك السومين كراه ويكا عادة دقنا يعني مركا ما أنت إنت اللي سومي صبحي دورك مركو أويوطوهي أنه قال إنت كبدا من سومي كريت والله سينا يا عنيس لواتكو مجران ويبريتي العسف بقاريا سما ما أنت كال إلا شنتي بقاريا maal sida uu saga furfuray maanta kale maqribkiila laga aadaa muwasumaya waaxitaad waa looga caada dhigaya kaliya laakiin soonku ma waajibo inta waa dadka soonka ku waajibaya qofku haddii uu xanuunsan yahay ama musaafir uu yahayna waa dadka la cafiye dumarka waxaa loo shardiyaa inta ka bada inta wixii ka soo haray dhiiga xaydka iyo dhiiga nifaaska waa laba dhiigood waa laba dhiigood dhiiga xaydka iyo dhiiga nifaaska labada luguma soomo labadaas ee imtaqaana dhig waa dhiga xaydka iyo dhiga nifaaska labadaba waa ka mamnuuc inay ku soomaan sababtu waxay tahay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri alaysatil mar'a in antu sawmaha haday xayso ama dhiga nifaaska uu ku dhaco
midas min oto kan buu dhayn nabiga soonka way soo qadaynayaan laakiin salaada ma la soo qadaynaayo xaaladu markay meesha marayso walaalayaan oo arinta ay heerka gaarsiisantay inta shuruudna qofka laga helo soonki baa u bilaabanayaa uu sameeyaa waxa jira soonka waxyaabo fara badan oo dhibaato aan u lahayn waxyaabo soonka jabiya waa jiraad iyo axkaam intaba waa leeyahay axkaamihii qayb ka mid a baanu ku soo tilmaanno dhalashadii iyo inay bisha dhalata iyo waxyaabahaasoo dhan axkaam loo baahan yahay soonka marka maalintii la joogo qofka waxaa ka mamnuuca cunitaanka iyo cabitaanka camdiga ah kibirka loo sameeyo adoo og baad wax cuntay adoo og baad wax cabtay labada waa mamnuuc soonka wuu kaa jarayaa sidaa darteed waxaa meesha ka baxaya qofkii naasi ah oo ilowsan waad hilmaantay waad cuntay waad cabtay soonkaaga iska wado waa raxmadda ilaah subxaana wa tacaala naxariista ilaahay waxaa ka mid a haddaad ilowdo soon adoo sooman oo aad cunto oo aad cabto soonkaaga waa wadanaysaa qadana lagaama rabo kafaaragudna lagaama rabo waxba soonkaaga dhammaystiro sidaadaad ku soconaysaa ilaahay baa ku quudiyo ku waraabiyey laakiin markaad xasuusato hasii dejinin waa inaad joojisaa markaad xusuusato waad istaajinaysaa cunitaanka iyo cabitaanka xaaladda waa sidaa waxaa soonka jabiya oo ka mid ah baa la yidhi mataga qofka kibirka isaga keena jabayaa hadduu soo dhaafasa dhib male laysa calaykum ilaah wuxuu tilmaamayaa ilaahay laysa calaykum junaaxun fiimaa aqdatum bih walaakin maa tacammadat quluubukum taasuu ilaah idiin qabsanaya subxaana wa tacaala nahaar ramadaan waxaa ummadda wiil iyo gabar isqaba ka mamnuuca mucaamalaadka bilooyinka kala dhex mara waa ka mamnuuc soonka waajabinayaa sidaa darteed ayaa markii hore walaalayaa diinteenna islaamka waxay noqotay diin sarxe oo sahlan waxay ahaan jirtay markii hore qofka haddii maqribka la adimo hadduu seexdo u hurdo soonka u xirnaan jiray haddii cishaa'iga la tukadana soonka markaasuu bilaaban jiray naagna looma dhowaanayo cuntana lama cunayo sharaabna ma la cabaayo xaalku markuu meeshaa marayay yaa nin maanta dha intuu beer ka shaqaynayay reer madiina waa beeraley mauusuu beer timira uga shaqaynayay uuna soonaa yuu gurigiisii yimid xaaskiisii buu ku yidhi haye afar ma haysaa wax ma yaale waa kuusoo daydayaaye kastoo sug bay tiri intay boorashkii mishaaryadii ugu maqnayd yuu hurday ila maanta o dhan buu shaqaynayay maskiinka markay saa albaabka usoo gashay ciidoo waday tiri khibtoallah waad hoogtay waa isoonka u xiran yahay waa dhammaatay ma cuni karo cishihii kadib markii la tukadayna qolo dumarkoodii bay u taraaraxeen ayagana waa naftoodii ku qarsanayeen intaa ka bacdi baa maalintii markii la gaaray ninkii sidii ku dhacday duurkii markii la gaaray shaquwadii waa uu suuxay ilaahay baa ka nasaqay uxilna lakum laylat asiyaam arrafaqu ilaa nisaa'ikum hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahunna saasaa lagu soo dejiyey ka warrama war ilaahay naxariistiisa war ilaad ka dhimataan sooma mana dhihin subxaana wa tacaala war ilaa aad ka suxsuxdaan soomana ma dhihin subxaana wa tacaala uxilla lakum waxaa laidiin baneeyey habeenka siyaamka rafad waa gaarid aad dumarkiina gaartaan arrafatu ilaa nisaa'ikum waayahunna libaasu lakum waantum libaasu lahunna calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum ilaahay waaba ogaadayba xalay inaad nafyaalkiina qiyaanteen fataaba calaykum wuu idinku soo laabtay wacafaa cankum waa idinka cafiyey falaana hadda soo ma aha baashiruuhunna ordaha utaga dumarkiinagoona ilah subxaana wa tacaala fasax baa tihiin maqribka marka sidaa loo adimo ilaa fajarka laga gaaro way kuu bannaan tahay falaana baashiruuhunna had deertaa utaga buu dhaa ilah subxaana wa tacaala maxaa loogu tagayaa wabtaguu maa kataba allahu lakum wuxuu ilaahay idinkaga qoray ka raadsada muxuu ilaahay nooga qoray waa owlaad waa wixii ilaahay kuu qoray wixii takhtar kuu daaweeyey ma aha waa wixii ilaahay kuu qoree maaha wax la dhaa biya raxilkuma jira laga daadiyo amase inta la geeyey islaantii wax gubi jirtay maxaa la yidhahdaa musliyaan bay qabtay ha lagu gubo intaasoo dab lagu dhajiyo ma aha haddeertaan utaga buu dhahay ilaahay ee wabtaquu maa kataba allaahu lakum wixii ilaahay idinkaga qoray ka raadsada kuluu washrabuu cuna caba sharaabkiina iyo raashinkiina xataa yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswadi min alfajr ilaa labada liilin ay kala cadaadaan oo subaxa ah laba subax baa jirta midna waa kaadibo wuu soo baxaa wuuna baabaxaa yayda saynteeda kale wuu egyahay midna waa firaa oo ufuquu ku ballaartaa buu dhahay nebiga sal allahu alayhi wasalam ilaa labada ay kala cadaadaan oo fajarka ah haddii liilinka labaad ama fajarka labaad uu dhasho uma atimu siyaam ila alleyl ilaa maqribka laga gaaro soonka wada buu dhahay ilah subxaana wa tacaala marka naxariista ilaahay taasaa ka mid ah idan meesha waxaan ka aragnay jimaaca wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muftaraadkaee soonka jabiya hadday dhacdo nahaar ramadaan ah axadka inuu galmood sameeyo
حاسكي سوق الموضوع صنفوك جليا وكل مالين تاس وح معناه سدح سح سوح ذي هيت أبقل موت سميسون إلا مخرج أفكار مساريس من سونت وإحنا معني كرتت والله تكلم حال جربا أوكله إنه مالين تاس وق الضيع مالين تاني وسوق ديسا توبة ولو بهاي إذا لفتجينا إلى دلبي بتكون عظيم مدة كله اللي موجود درا يوحي تهاي جناح ولو جناح يا أو حكور كعلى سارة يا كفارة قد وايو ننسى من بعده ما حاس كده ويلي ننسى من بعده ما المساجد كتمارت ما القرآن أخرست الدين إلهي وحياه متقنا كتبرت حالة النوع عسى وحالة المام يا مركا كفارة قد إن كور كلا جاسارو كوا إن الأضن حريص هدي له لي كرو هدي له وايو إن صنتا شهرين متطابعين لبب لطو حرير شن أفرت المالموت هذا صنتا ما إن أفرت كوبا كسب العريس كبر كسب بلاديسا إلى ذو عذر جرم آني هذا حنوك يمادو أو عذر يمادو وموضوع بنيء إلى صنك واجب كابر إلى قفك إسكعنا إسكعب أدو جريء وموضوع كلا واتسي وذكرتا لكن هذا عذر دار الآن أفرت واتصاب بلاديسا والله بلاد وحير وستين يوم مالين ولحد ما الموت هدي لك رواية لحد المساكين أيد رشين سيونيسا التابو قفك كبر بادي كرام نبي قال الأمين صلى الله عليه وسلم محيو إذا هلكت يا رسول الله رسول قال له هلاك سمين محاكو هلاجيبون هاي نبيك ناكتي ديبان قرد عي أيضا النهار رمضان هيتهاي سبحانك يا إلهي ناكتي ديبان جماعي وانا النهار كاقدر ورمضان حضنا وان هلاك سمين محيو إيرين صحابة الدنبيك هلاك بيو أركي جرين ولا عليها أنا شرف بانو أركنا وكوكو سلنا واجعلان لأن أنا قد دنبيكو جمنا تي في إنا لكدو زمان وجعلان لجرائد لنا لكو سوقره هلاك بو أركا وان قبتي وان هلاك سمي رسولك إلى أيو لباتا إيوها بستي وأول وليا لباقو أركا وان لقو سلامانت وان لقو فرحسيه مانتا سيدا درتين أيو يري رسولك معاكو هلاجي حاسكي قان قد عي أيضا رمضان نهار عي فهي وايه والو حالينا يا مالي دين تحري حالي ساه دين تينا ماها دين معنكك ماها دين مرحبك ماها دين قفك مرأة لالا مركو قلب كدعو خلاصو بابا أي حل بكذا والدين تكلي وحل صار والدين تكلي حل كذا أي بلرني هاي واسعنا وياه وياه مهلي كطاع قرآن فكسر ما يبغاه سيد أم حن أيام حن كرم الله هاي ما أبوذي كطاع إن الله بلاط وحرير الصوم ثم ما يبغاه رسولك إلهي ما كاري كرم هاي ما أبوذي كطاع لحد المساكين إن القوة صدر عشرين سيسا ما يبغاه رسولك إلهي مشاكل وإحنا الله ما يستر وسعدين تين أدبل لوجود جيه خيرتي وناجي لوجود دلالة قرض يا مركو كبع رسولك لوس أردي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الرادينة داوى الرادينة أنت نار الله عبسنا يا جنة الرجينة يا أنت سقط الله الله عبسنا راضي أشيل على الرجينة يا أنت وحال الله عبسنا يا إنه إله النعو وجعل إله بل الرادينة يا سبحانه وتعالى واستفاد يستي نسيب وناجي بنبيل بالله كان رسولك أي تمركو جرتو ولحد كي مسكين قاضي كرتا أوكي كي واي كنا فيها لكسني قاضي على يرسي مساكين مركو سقو قبتو كرو قاضي بوبا يا رسول الله يا سيا يا إيغا باهي بغمبا لبدا لابطين لبدا بورو كي مدينة كوريك سبو يري أهل البيت قرية إيغا باهي بغمبا بابا لقرا عم بمارت من اللقابير محان سيا بوبا يدب رسولك إلهي فضحك النبي رسولك وفو قصني صلى الله عليه وسلم إلا قوسيسي العركي وهي أرد مبير عيام كسي مركح حالبا وحلق فهم يا ميشا أحد كالرمضان مهاكم إسكلالي قاسة ضدك أروس كودو حسوبيه قاسة بلي يرضى ويحدث باقي المامي سيد الله المامي ننبا قيم النبي ويرمضون كنكرا حاسكي ويرها كوكا لا يمد ويرمضون كنكرا ويرمي محاكنا اللو قد إذا كان الله أقلالي كان هو حالي يري وشي وأضي ذكرتوا ذلك الحماها كان لكن وضع ليروا ترار حياة لكن مر والبوالة ليضع ليرى نمو هي قوك محرنا وحي كحر انتهي أملك خفك نسحرين كراسك ويا عايز وحي تري نبي هو إشمينا وهو صائم وإدن كنجر أصابه صوما وإقوم مباشر جري وهو صائم لكن أملك بوأها ننحن شبضا إربليسا هي شهوات كيسا هي دلتيسا من كأبك بوأها أيضاً أمانة رسولك يتير أيكم مثل يا أسوك لما قنكرا ورياء رقه إذنك إذنك مثل النبي محمد مقنكرا أوكلا صلى الله عليه وسلم ميا نجيرو أدبي أمانة عائشة مركي ليرها يا إذنك أسوك لما إذنك إذنك مثل أسوك لما قنكرا مركو إيكو حرانتهي أملك قفك نسانكرو حتى فوق هذا قبل أي رهدين نن شايف أو بل يرأى أيا لك يا رشيء شايف إنو كدريه
oday inu ka darnaado oo iscelin waayo waa soo ragal marka kuma xirna dhalinyaranimo iyo waxe markasta waxay ku xiran tahay waayo dhalinyaraha waxa loogu leexiyay waa xilli aad iyo aad u dhibaato badan yahay baye on u qabo xaaladasa marka loo jeeda idan qofka muslimka ah waa inuu sida ogaado ma aha ramadaan hal laga fogaado dumarka war qof allah la qofka aan iscelin karino isaga soo bax oo masajidada imo inta wax ka sameysanayaan afradoodii wuxooda si ayna dhibaato marka ku asibin taas wax loo baahan yahay waay inta wixii ka dambeeyay walaalayaal maalinta oo dhan marka saa loo soo naado waxa la gaarayaa xilliga afurka xilliga afurka marka la gaaro waa inaan ogaano inay tahay xilliga ilaahay ducada uu ajiibo qofka saaxibka ah maalinta ayaa la moogaani war waqtiga waxa lagu hayo il gaar ah ha lagu feejignaada xilliga noocaasa gacmaha kor inta loo taago walaalayaal ilaahay ha la baryo inuu islaamka ilaahay guuleeyo inuu islaamka ilaahay iskoo sara u qaado in ilaahay soonkaaga aqbalo in badan ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu naxariisto khayr iyo wanaag inaad hesho waa in aad yaal loo baryaa ilaahay subxaana wa tacaala waayo saa'imka ducadiisa xilliga iftaarka ilaahay ma soo celiyo subxaana wa tacaala waa lagaa cajiibayaa laa shaka inshaa allah laakiin la beegsa adigana labbeegsa xilliga noocaas ah bannaankaasaa la taagan tukaamada albaabkeedooda allahu akbar baa la isuga markaasaa lasoo kala cararaya maya soo xaroo marka hore amase aqalkaagii afurkaaga agtiisa fadhi oo in badan la fiirso ducada ilaa subxaana wa tacaala aad baryayso ilaahay saa'imka ducadiisa waa ajiibaa war qofka saa'imkao maalintaa waqtiyada ilaahay xuu ku bari ilaahay khayr adduuniya mid aakhira weydiiso gurigaaga inuu ilaahay kuu barakeeyo caruurtaadii xaaskaaga inuu ilaahay kuu barakeeyo diinta inuu ilaahay kugu sugo xaqa iyo wanaagga inuu ilaahay ku waafajiyo shar iyo shaytaan inuu kaa qabto kurbada iyo murugta ku haysaa kurba fayda waa ilaahaye inuu ilaahay kurbada kaa qaado bari subxaana wa tacaala waa xilliga iftaarka walaalayaal wax badan baana dhaafaye middan haddii ilaah na gaarsiiyo aan ka faa'iidaysano marka xaalka meesha la gaaro waxaad ku afuraysaa timir waxaad ku afuraysaa biyo labaday kuu bannaan tahay dhibaatadana haysata laakiin shahru ramadaan waxaan u naqaanaa shahru acaam bishii acaamka tukaamada albaabahooda tag bur dhammaaday briis dhammaaday saliid dhammaatay kulli meeshaa la wada keenayaa haba la iibsada dhibaato malaha walaalayaal gabadhii la qabay xaaska ahayd tii la dhalay tii qadaamada aheede shaqaynaysay duhurkiisay u galaan kushiinka waxay ka baxaan waa loogu dul adimaa waa lagu dul adimayaa kan dub ka samay ka waxay kan inta ka bixi kan waxay ilaa salaada makhribka laga aadiimo gobolka mid ah cishaa'iga markay tugtaan bay dib ugu laabtaan madbaha ama kushiinka haba la samaysta dhib malaha mar allaala marka saa loo soo dhigo axadka xabad timira qaato wax yaro biyo u cabana khalaas saaba dhamaadayba ma dhaqaajin karo maxaa miskiinta maantoo dhan dabkii dhibaatada loogu dilahay in yar oo tawraawix lagu tukan karo in yar oo dhabarka inta lagu istaajiyo ayaa habooneed inteeda kalena qur-aankeeda akhrisato waayo shahru ramadaan alladii unzila fiihi lqur'aan waa bishii qur-aanka waa bishii qur-aanka asnaaf tacaam oo dhan baa la samaynayaa wax walba meesha lasoo dhigayaa min hina ilaa hina baa lasoo dhigayaa maca daalika labalaba xabbaa laga qaadanayaa waa laga tegey war bisha ayadaa bil iimaan ah bisha waa bil qofka iimaankiisu u sugan yahay in yar haddaad cunto way ku kaafinaysaa ee dumarka yaan la dhibin walaalayaal gabdhaha khadaamooyinka yaan la dhibin gabdhaha la dhalayna yaan la dhibin waxa qiimaha badan waa cibaadada waxa ugu fiican waa cibaadoo la qabtay wax la cuno ma aha haddii cunitaan iyo cabitaan wax taraayo 11 bilood baan cunaynay 11 bilood oo aan ramadaan ku jirin yaa wax la cunaayo maxaan ka haynaa aan jiro ahayn maxaan ka haynaa aan gaas ahayn maxaan ka haynaa aan keliya xanuun ahayn maxaan ka haynaa aan subax kasta in dhakhtar saf loogu jiro aan ahayn walaalayaal wax kaloo laga haya ma laha idan cibaadada cibaada walaalayaal bisha waa bilcibaado idan sidaa marka la sameeyo qofka muslimkaa waa inuu markuu afuro salaada cishaayigii taraawiix isku soo diyaariyaa masaajidkaa la imaanayaa waa la tukanayaa salaada taraawiixdaa wuxuu yidhi nebiga man qaama ramadaan qofkii istaaga iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dambihi waa la dhaafayaa wixii horeeyay dambigiisaa dumarka salaada taraawiixda masaajidada way imaan karaan oo nebigaa u fasaxay sala allahu calayhi wasalam waxaa safardi badan buu yihi inay aqaladooda isaga tukadaan sababtu waxay tahay fidnadoodaa badan dhibaatadoodaa badan dumarka haddii salaad taraawiix aad imaanaysaan walaalayaal waxaad u imaadaan si anshax iyo asluub iyo akhlaaqay ku bixan tahay masaajidkan waa masaajidka ugu dhibka badan ee dumarka ku hayaan waxaa loo baahan yahay jalbaab soo qaata waxaa loo baahan yahay catri udugka soo marsanina waxaa loo baahan yahay aqaladiina ku soo weysaysta war intaad soo socotaan si fiican usoo socda masaajidka imaada mar allaala markaad timaadaan waa bil cibaade cibaadada ku dadaala
قرآن أخرستا والله انت بدأ وحل لك سوريا إني سميان انت موبيلة سوقاتان موبيلة يا قدال صفك الاستاقايا هو قدال صفك الأولى شيء كيسانيا وضمك دوش صحرا قبل كمتع إلهي كعبصل سبحانه وتعالى طعاد إلهي كل دلالة انت بدأ انت مكروفك لقبصة وضمر وقامصة وردمر إلهي كعبصل محاد سورة ستين محبادة مسدنبي محاد سورة ستين موزر مسأجر محاد سورة ستين أخلاق حمو إن مكروفك الذين كبر بريميا ولا ليا قال الذين ضهى آمصة قال الذين ضهى قرآن أخرستا قال الذين ضهى الدقى بوق حكم ليسا سوق انتقانا نشكو يا الله بوق وحقو طاما ملها حال الدولة قربة تيسا إساق سحراء الواس كبسارتا يا موبلك وحطان كو يتون بلوبي موبلك وهدنا يهدو مولو احترائي هذه قيمة أجارة وحياب في عنق النقرة خو يتوب يرد بهذا ليسماها حل يرق التراويح لجوجر ولا عليها حشمية مساجد كان احترامه قبل أجر أضدك أمسية أضدك الصفا حتى لو مدى جنبلا حتى لما قل ماي أو احترامك أو كلا دم بيتي أو مسلم مضي أو خيرك أو تراويح ذي أو وحي إله اللي جرى دينا سبحانه وتعالى لا نسيدا ليلا من قبل كملا لا نسيدا قرآن الله بحين كريم قدال بان لو سوحلين كريم آمس بان لديه كريم صفك صوكل بان لديه كريم ما سيد السوق وكلم ماشي وبيت إله سبحانه وتعالى رمضان بان لقو سيجرا هدنا وحلو تاري وتراويح وقيام وتهجد ولا ليال مرك هو الشيء مهم قول له بأي عائشة رضي الله تعالى عنها حل أي نولد ميادو وميا وحي تري والله نبي محمد هدو سو جاري لها دمر كمانتا وحي كينين مساجد هذا وكم ممنوع لها صلى الله عليه وسلم ودبر تابعياتها ولا ليال في تنبت كجرتان ورقبتي إسلام كمثل أي باتهين جنباب بعض ولطان قيرتي ونغنتهين وحد سوء أدن بيت إلى سبحانه وتعالى كلاب ما أدن آدن ما يلا قلت منا يا ما آدن بيت في إلهي باطح فتسان إن يرضى إذن إمن خير بضن أيات كل حجرتان وتكسر بنتيين إنت يا ريس تأمن رمضان كان قدرة إن شاء الله تعالى هم نقضى رمضان كي أغطي ما هبضنا أبصانطا هم نقضى أنيس رمضان كي تقدم بيني إنه مركا يعي رمضان كي أقدم بيني ككالنا القبور آبيسو هدى في نورات في الإله الحمد سيوة صونكا هدى لما تنا مركا رضيار بعضهين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هدى منين إلا إذنكم مسلمين أماهاني إنت وحي كدن بي ولا ليال وحل قال يا هبيكي عادي سيدي الله سيحانا يا مال انتي واجباتكي لقب سنجري صلاته كل وسيدوني واسبدلي ملها وحل قال ربا أخلاق في عن إن وحي واجبك أما حلاشك وآها هاد مكا كسرناته انت وحي قدم بيا رمضانك سوءسي سعضو وحل قال يا طبان دم بيا طبان كأقدم بيا رمضانكي هوري اهد وقتي أن ميشا فديني عاو ميشا نفدينا ما إذا الله طه الله ما الموت إني كسر ورجتي جواب تو أمايا عمرك أنا واساس ولا نيا سرع ودق دق يا ساس وأسرع والله رمضان تي هران ماشى كهد ليني رمضان تي كلام ناطمي وحن أم لينا كلام حين البصر البرقص أو كله إني مركات هاي ساس ملك موت كن وجود الورجة يا مركل ساس ملك موت كن وجود السعداء إذا هلا جالو إلين على ربك سبحانه وتعالى طبعاً كذا به وطبعاً كله جور جب ذي هاي إن ولغا هيلو ليله القدر ليله القدر قف الله لقفك نصيب له اله وافجي سبحانه وتعالى يا كان نصيب بدل قف ليله القدر لوافجي نم باهبين افرح سنا او ددك شراب سيناي او قف كسو ماشي سو مر شراب سيناي ور ما حد كفرح ديبا ليري بختي يا نصيب مريكانك لغا سمينه و كغولستاي كرين كارو هلي وح كلام مجرى ولا لا يا سبحانك يا الهي هير كاس مرينا مات ما الله بعيا مركب كرين كرب مكفر حي ليلة القدر قفك وافقك ورمى ليلة القدر محاط أم لين يساقفك إلي وافجيه ليلة القدر خير من ألف شهر كن بربك خير برطاي عمري أنا نجاري لهين إذا هذا أنك قبل لهم بأنك قبلين هلك هذين وحي كنت أولي سدح في سديت الصنع هم وحده كورا هل هذه العبادة الله فقضه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كن بالوضب كثير بديان وايو تنزل الملائكة ملائك بسودك روح بسودك وملك الجبريل لا مك لا حرين هذينك جبريل أدوك إمانا يقولك ملائكتي ويسودك يعني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بيلسوا دقيا سلام هي هبين كبيرنا يقول لي أعطي نين كستقو تاقا ويسلام يا قولي كستا قولي قجروا وإيمانا يا وحي أقول بشارين يا تهنيتك يا خير كي جيفي كي قيلة والأكمر يا
كي سيجارك عبك ولا أكمر يا كي ناقت لفدي ولا أكمر يا وحصرنا ولا أكمر يا لكن قفك استو خير عبادة ونه كتاجن من قام ليلة القدر قفك استاجن إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي وحي تجد ذنبي سلع في أبو يري رسولك صلى الله عليه وسلم إذا هبينك وإن لذاليا طبنك أقول ذنبي على جهلا قاصة ترويك إستير رمضان كان نبيك ودلالي جري صلى الله عليه وسلم طبعك دبنا ودلالي جري سئوسا ودلالي انتي هنا وهي وحلقة يا بحين لقيها ليلة القدر ليلة القدر قال لو قصد أولا رابيا صحابة إن بضم بيريكو أركان وان أركاب ويريدين إن إسوا وافق دي طبعك دبنا أما ترويك إستير أي قف كستا أو ليلة القدر رابا إنو رابيو هكو رابيو طبعك دبنا قاصة ترويك إستير ماشي هكا رابي حتى ما مربع لو وحي ولي رسولك أولا يرواها بين هبين أشيكو مدى مركو صوب قلي مساجدكو أركي لبنينا وماشي هكو دوديسا دوض حمان تحليه رأي ورانيا لبنينا مرميسي ساسو دود استاغي وابا ليه المنسيه بوناي صلى الله عليه وسلم إني خير إذن كوجرتا لغا يابا ee karabiya toban ka dambe way u turayka isbeer waana khair loogu jirtaay hadii la dhila 72 bay ku jirtaa oo si qas loo sheegi laha 72 qofkay dhaafto ma dadaali lahayn wuxuu dhila kulli ku dhaaftay hadna seexo way ku 20 hadaa dadaali weeso 23 ba dadaali waa rajo waa leedahay ama laga helaa 52 72 amee ku jirtaa 92 amee ku jirtaa saasa marka loogu tala galay khayr baa idii kugu jiree saa ugu raadiyo boodhay nabiga waxana loogu rajo badan yahay baa ila 72 ka say noqoto habeenka walaaliyaal hal dadaan habeenka toban ka dambe macwistu xiran jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam wajadda washadda al-mizr macwistu suuqad kaysan jiray hadii aad alaab qaadayso marka hor guntiga xirataa suuqad adkaysataa macwisa dad oo tuwad xoojisa kadib aad kor u qaadaysaa maxaa diidaysaa inta aad wado inay ka baxsato samaha waad adkaynaysaa marka sidaa darteed rasuulku inuu hawl galaayo inuu shaqo adag galaayo tilmaamaya markaasuu guntigiisa xiran jiray sallallahu alayhi wa sallam qala wixii ku fasir waa kinaaya waa jimaacu ka fogaan jiray tobanka dambe wal iska daaya qofki kari kara laakiin qasab maaha xaaladda noocaas ee tilmaamaysa marka in tobanka si fiican loo raadiyo aisha rasuulka u timid wixii tiriya rasuulallah haddaad ogaada ayu layl ay habeen ay tahay laylatul qadri maxaan dahaa maxaan ku ducaystaa rasuulka ilaahayo aqliga fiiri aqli waxaan naqaanaa lagu bayac mushtara gabdheheeda mid kasta ganacsata mid kasta diyaar bay raacaysaa mid kasta wixii soo dejinaysaa wixii saraga soo dejin jiray laakiin ma kari karaa wixii cibaadadu diin ah عائشة فيريا أي ليلة إيه أن أجاد ليلة القدر محان طهاء رسولكم حقوق جوابي قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وحط هذا إلهي اللهم إنك عفو ألا عفين بربا طهي عفين تنوات جعشا إسككي عفي ورهدي إلهي كعفي محاكو دمان وكامقا ورهدو إلهي كله أدون تيبيه وأكو عفيي وأكل إدرادين يسمحوا يهي وحكى لي أبطل بيسو عفين إلى مركز شيء معوياي سبحانه وتعالى ورأدون كيبي وانكو عفية دو إلهي كله وحكى لو كامق المحيين أبو بكر ومد النبي أستقى إيمان بدنا نبي أيمي مركز الله يا رسول الله وحكي برتا دعاء كل دعيست في صلاتي سلاة دي دي قده هذا محوي للنبي وحكى هذا أبو بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أبو بكر هذه سالي الحقيقة جرنا ولا أبيان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذ يقول لساحبه لا تحزن إن الله معنا نكي قرآنك إلهي وكحصي النبي محمد إنه ساحبتي يا ليرده اللهم إني ظلمت نفسي ولما ظلم مئه ظلما كثيرا روايتك لكبيرا ظلم بضا أي ظلمي ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا وحصل وين يقف سنين وحصل ما حيسا صوم وحن حيسنا أو لقيا بحتى سحرت إلا جارسي أيضا صلاة سحر الأدمي أمثلة كذي صوم كاسم ولنا صوم وحن ولنا قيمة عن الله ولا ليا وحن ولنا صوم فسق يا معاصي يا حما يا بير يا غش قيانا لو بدح سمينا صوم كان وبضاعة مسجات وبضيع الليلة رب إنه نجا أقبل ما هني والله كيل أقبل أي ما هني رب فضلك إنه نجا أقبل ما هني dulqaad kiisu nooga aqbala maahane ma wadana walaal soonkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali gelinay laakiin fadligiisa iyo naxariistiisa yaa markaa waasiha subxaanahu wa ta'aala aaysha saasi dhehba la yiri gurigeeda fay nus ma yaalo waa koow firaash ma yaalo
ay goglato waa labo saddex bil baa laba intay u dhamaatay tii saddexaad iyo dhalatay bay tiri gurigeega aan dab lagu shidin aanana aali wax qof beer la u cuno radiyallahu ta'ala anha lama dhihin bariis isiida ilaahayo lama dhihin filla iyo dhisda ilaahayo lama dhihin deer aan waxyaabo aroosaha ku tag ii samayde allahumma innaka cafuwun تحب العفو فاعف عني عفنت إلهي بالرادينيين صار شيطانك الرادينينو جد كيسا نحرست ألي الرادينيين صار أدونك الرادينينو آخر الرادينيين صار أدونك وحياديسك الرادينينو حتى أدان حلالك الرادينين ويفي عنا الله حلال حرام بالمولى كلا آبيال سيقع أنت أنا قصوك شام سيلو تاجرا سيو حلوه لا وحلقة هاي نملا ninka saas ee ugu sare aad maanta u tagto oo kamtan aad ka aad u baahato 10,000 inuu ku amaahiyo gacanta ka taagaya asaga ugu sareeya asaa ugu horeeya asaa waxa uu ah waa anta dhan buraadiya salaad uma tukado uma soomo wanaag uma sameeyo habeenku asaa ku soo jeeda sidii loo heli lahaa aaway hadana gacan lagu ma dhigin aaway aaway xaqiiqay ka baxay sidii loo leeyahay yaa qabriga nabiga geynaya runtii حقيقي مرك إلهي الله صلى الله سبحانه وتعالى فعاد إلهي إنها لقد دلال إلهي أمر في سنة كره الله قاضى إنت رح يكدم بي ولا ريال رمضان كا مرك أساس على دي سؤال مغضى جبا جبا أي أصي دمانا يا مرك هذينك أقود دم بي وهذينك إلهي أقود بذي هاي إنه نار مدك حرية سبحانه وتعالى كورا قفك أن كجر ليسك إلهي هيدتك نار تلك حرية قفك لقه وجيه فقد حرم والله جيبوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم ورهدي رمضان شن إتبان جار ولي أن لود البدا في كورما ومد الله ودع فينا ينار تلقى حرينا ولي أن جنليس إلى دتك نار تلقى حرين لها وهبيك وجود بيجي جب جبأها وجود بيجي ونار تقبض إلى كحرينا ولي أن كجري كورما حطنا حطيها لين كرمضان كتماضة أنا قصصنا لو وجود البدا فين كان دمبنا إدت جارا يا أنا مركب كفرني خسارة سيدفت ذلك احنا سيدها اللي هو دلاله إذن رمضان كفضل جيسي قيمه ساء والصلاة خفك مسلم كان وإنه دلاله وإن أمامرت إلهي الله ضدي خير كان اللي هو دلاله رمضان كمرحو طماضة فضل إلهي وحنا لقوة جلاله أما نلقو سنيه لحما الموت والشوال آه إلى مركع صنة لحما الموت والشوال كآه مركع الصنة صدقين عن اسكوب برصنة وسدح بقل هي لحظة ما موت بيوتك نيسا وهل صنقه كامل آه هل في حسن وقتبا سادرت السدن كي وحي نقونيسا سدح بقل لحظة ما الموت لحظة بي نقونيسا سدح بقل هي لحظة ما الموت قفكي رمضان صوما شوال لحظة الرعسية وحو لمدية قف صنقي قرن صومي أي رسولك صلى الله عليه وسلم حال قواسنا رمضان كمكة لكارم سادر ولا سوف وحيا بل يرد معاوسي صوب حصدان ما لنت رمضان كأقودا بين والله حريا ساس هيدنا صار أصل كشان هالنقطة إن شاء الله تعالى خير في وناجها لجود نال إلى حقا كبريا إنه حقنا وافجيو إلى حقا كبريا رمضان كإنه نجاسيو شعبان كنا يرجب كنا إليها نبركيو رمضان إليها نجاسيو سبحانه وتعالى ومضاها نار طلق حرينا ينا إليها نجود رب سبحانه وتعالى ربي إنه حقا كبرينا نارك حرين وحن رادينينا دبي أنا جبتي إلى أن دبي جنا نضاف إلى أن دبي جنا نعفي إلى أيوم نار طلق حري رمضان كإيه وناج صوص عدد فضي جيسا أنت حنوصل إلهي عافما قام الله سيو أنتي مرجسنا مربت الله كقاضي أنتي كربسنا إلهي كربدها كفيل سبحانه وتعالى إلى وحنا كبرينا أنتي عبادة كعلصنا إنه عبادة الصخرة عبادة أفض ضيو إلى وحنا كبرينا سبحانه وتعالى رمضان كنا نجارسيو خسر هدانا نجارنا إلهي نحرستيسا أي رجينا سبحانه وتعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.